التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على دعم زامبيا من خلال تعزيز أطر التعاون الثنائي وخلال اتصال هاتفي أجره الرئيس السيسي مع نظيره الزامبي هاكين دي هيشيليما لتهنئته بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أكد الرئيس السيسي الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع رئيس هيشيليما في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين مشيدا بدور زامبيا الفاعل بمنطقة الجنوب الإفريقي وعلى المستوى القاري اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان مصر باتت تتمتع بمنظومه بنيه اساسيه حديثه ومتكامله الجوانب من المرافق والخدمات توفر اساسا قويا لاقامه اي تعاون تنموي مع الشركاء الدوليين وخلال استقباله وزير الدفاع للقوات المسلحة الكورية الجنوبية سووك سو أكد رئيس السيسي اعتزاز مصر حكومة وشعبا بالروابط الوثيقة التي تجمعها بكوريا الجنوبية وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي خاصة المجالات العسكرية والدفاعية وكذلك تفعيل الشراكة التعاونية الشاملة بين البلدين الصديقين أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل بجد لتحسين ترتيبها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وخلال اجتماعه بوزير المالية محمد معيت وعدد من المسؤولين لمناقشة مؤشرة أداء الأعمال بمصر لفت مدبولي إلى أن هناك بعض الإجراءات المقترحة التي يتم دراسة سبل تطبيقها خلال المرحلة المقبلة من أجل إحداث التغيير المطلوب والذي يتماشى مع خطط الإصلاح الهيكلي الذي تتبناه الحكومة والاستكمال النجاح الذي حققته في هذا الشأن أكدت وزيرة الصحة هالة زايد جاهزية مخازن التموين الطبي بمنظومة أرصدة ثابتة من المستلزمات لمساعدة الأشقاء في الدول العربية في حالة الطوارئ. جاءت تصريحات وزيرة الصحة خلال لقائها السفير اللبناني لدى مصر علي الحلبي لبحث ومناقشة سبل دعم لبنان في القطاع الصحي في إطار عمق وترابط العلاقة بين البلدين الشقيقين. واوضح المتحدث ان الفريق الطبي المصري قام بمشاركه الفريق الطبي اللبناني في وضع خطط العلاج والتدخلات الجراحيه لمن تحتاج حالته أعلنت وزارة الصحة خروج 763 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 239343 حالة وفي بيانها اليومي أعلنت الوزارة تسجيل 249 حالة إيجابية جديدة في حالات وفاة. عقد المجلس الاعلى المشترك المسؤول عن الترتيبات الامنيه المنصوص عليها في اتفاق جوبا لسلام السودان اجتماعه الاول وخلال الاجتماع اكد المجتمعون اهميه بروتوكول الترتيبات الامنيه وكذلك الاراده السياسيه الصادقه للمضي قدما ومواجهه التحديات بشكل جماعي حتى تدلل العصعوبات كافه كما استعرض الاجتماع موقف الترتيبات الامنيه واليات القياده والسيطره كما وقف الاجتماع على الترتيبات الاداريه التي قامت بها اللجنه العسكريه العليا المشتركه توطئه لانطلاق اليات القياده والسيطره بشكلها الجديد والمكتمل وصف الرئيس الامريكي جو بايدن عمليه الاجلاء من افغانستان بالنجاح الباهر مشددا على ضروره عدم نسيان جميع التضحيات الامريكيه خلال الاعوام الماضيه وخلال كلمة وجهها للشعب الأمريكي بعد يوم من انتهاء الانسحاب الأمريكي من أفغانستان أكد بايدن أن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بإخراج الأمريكيين المتبقين في أفغانستان بعد أن نجحت مع الشركاء بإجلاء أكثر من مائة ألف أفغاني وهي سابقة في تاريخها على حد تعبيره نهايه موجز التاسعه نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل